صباح الخير، كيف حالكم حبايبي؟ انا كثير اشتقت لكم وكثير مشتاقه اشوفكم. هسه احنا عاملين لكم كمان فيديو وكمان مفاجاه، بس بالاول بدنا نغني صباح الخير. بدكم تغنوا معاي؟ حفظتوها، لازم صرتوا الاغنيه. يلا نغني مع بعضنا. طلع الصباح زكزك العصفور، كال سي 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 الحمد لله طلع النور، والشمس طلعت من شباك الدار، ضحكت وقالت قوموا يا شطار، فتحت عيني قديش كنت مسرور لما شفت الماما بتحضر الفطور. سلم ايديكي يا ماما ويخليكي على طول. رائعين، انا سامع انكم كثير مبسوطين. بدكم نعمل فعالية حلوة كمان اليوم؟ حضرت لكم اشي حلو، تعالوا نشوف شو. اليوم بدنا نعمل لعبة الصباح، وانا جبت لكم ادوات موسيقية. احنا كثير في عنا ادوات موسيقية، بدكم تسمعوا اصوات غريبة وحلوة؟ هوب هوب هوب. بدكم تسمعوا كمان صوت؟ وهنا كمان صوت نقدر نلبسها بايدنا ونلف. وكمان عنا صوت انتو بتعرفوه، اسمعوا. ها صح، هذا صوت القطار. طيب بس انا بعرف انه بجوز ما عندناش هاي الاشياء بالدار، كيف بنقدر نعمل؟ هسا بفرجيكم. بدنا نروح على مطبخ ماما ونفتح الجرارات ونطول منه الاشياء المخبيه، مثل هذول. هاي واحد، وكمان بنقدر نجيب شوكة ومعلكة. سامعين كيف في عنا أصوات مختلفة؟ بدكم كمان إشي؟ بنقدر نجيب وعاء ونعمله طبلة، أو بنقدر نجيب أدوات الأكل، الشوكة والمعلكة. ها طلع عنا كمان صوت، واو. طيب قرن نجرب بالخشب، معالك الخشب. واو كمان صوت ثاني. طيب واذا جبنا اشي غير الوعاء وجبنا كلاي؟ تعال نسمع كيف بده يبقى الصوت. نرد كمان مرة نستعمل الشوكة والمعلكة. ما احلى. بدكم نعمل صوت عالي عالي عالي؟ يلا واحد اثنين ثلاث، علي 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 علي. واطي 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 واطي. سريع 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 سريع. واو بدنا نجرب بالخشب، كيف الصوت رايكم بده يكون؟ يلا اسمعوا معي. تحمستوا زيي؟ وانا كثير انبسطت بهاي الفعالية. بهمش، ماما رح تسمح لنا نستعمل ادوات المطبخ ونلعب فيهن، بس بشرط نرجع لها اياهن مش نخربهن. انا كثير مبسوطة اليوم معاكم، وبدي اياكم تنتظروا الفيديوهات. باي باي حبايبي.